السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. ناس لو معنا ونقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. نتكلموا على الهدف الثالث تاع اللعاب بن سبعيني، يعني وين هدف في منتهى الروعة. شوف كونترول بالزدر، شوف المراوغة، شوف كيفاش مراوغة بلا غوش، القذف بلا دروات، يعني هدف مخدوم من عند اللعاب. شوف كيفاش حطها، شوف كيفاش، شوف جات عندو، شوف شوف كيفاش حطها بصدره، شوف حطها المراقبة بالصدر، خرج اللعاب، يعني اللعاب اللي خرجه. هذا صح اللعاب هذا اللي نقولوا باللي راه في المستوى تاعو في منحنى تصاعدي، منحنى كبير، يعني وين راه يقدم في مباراة، وين قدم مباراة كبيرة، وين كانوا فايزين، وين عدلوا عليهم مركاو لهم، زادوا فانيك النادي تاعو وين عدلش. عندنا كيفاش بن سبعيني وين يضيف الهدف الثالث، يعني في الدقيقة 49، ودقيقة 49، ودقيقة 49، يعني هدرناها، كنا هدرتها في البريمير ميطو، في الاداء تاعو تاع بريمير ميطو العمل اللي يقوم بشو. شوف كونترول بالزدر، المراوغه بلا غوش، القذف بلا دروات، يعني شوف كيفاش، يعني لعاب اللي راه في مستوى في منحنى تصاعدي، لعاب كبير، لعاب اللي راه يقدم، وين نقولوا باللي عطى بزاف، يعطي بزاف حلول ويطمئن الانصار تاع المنتخب الوطني الجزائري. شوف كيفاش، شوف الله العظيم، لا الله يعطيه الصحة. هذه اللي نقولوها، الله يجعل إن شاء الله بربي، ربي يحفظه برفين من الإصابات برك. هذا مكان أكتو اللعاب هذا اللي منع من الكورونا بسبب سجاجة المسؤولين هنا في الاتحادية الجزائرية. الحمد لله يا ربي عاود ولو أمام من أمام بروسيا دورتموند. يا سي محمد يدخلوا به بالبولة، كان داخله غير جوار، زاد جوار تاع لادفيرسير زاد دخل معاه. هذو هما اللاعبين، هذا لا يعطي الصحه. حنايا كيما يقول لك نفرحوا بهذا، كيما هكا نفرحوا مليح صحيح.